ضمن منافسات الجولة الخمسطاش من مباريات كرة الطائرة لفرق الدرجة القطرية، استضاف فريق أبويل دالية الكرمل فريق أبويل عرابي في قاعة يد لبنين في دالية الكرمل، وفاز عليه بنتيجة 3-2 بصعوبة بواقع أشواط 25-21، 25-16، 15-25، 25-27، وفي الشوط الخامس والحاسم 15-12 لدالية الكرمل. ونقدم لكم أعزائي زائري موقع روتانا الكرمل لقطات من المباراة، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. Gracias.
Más de